لك خلاص خلاص عدنان. طلعي بعيوني يا وسخة قليلة الحياة. عشان تضربني مشان الله. لك انت بدك تفضحين قدام العشاير؟ إذا سمعوا بالشي اللي عملتيه شيوخ العشاير رح يمسحوا فينا الأرض. مو هام من كل اللي قلتي، أنا بحبه لسليمان ولو بدي أهرب ما باخذ غيره. طلعي فيني وليه؟ جربي وعملي اللي قلتي عليه، جربي وعمليه. وقتها بتشوفي كيف بقتله لسليمان بلا ما يرفلي جفن، وعلى شاهد قبره بيكتبوا إنه راح كرمال حبه وحبك يا ساندريلا. انقبري. لك مين هذا سليمان وليه؟ كله شافت عامل عندنا بالخان. لك مالك شايفة أنت مين وهو مين؟ هالشغلة حلوة بحقك؟ يلا دخيلك، بوس إيدك على القليلة أنت فهميني. نسياني إني بنتك الوحيدة، إذا أنا ما تجوزت لسليمان بقتل حالي وبموت. إموتي. مو أنت حابة تكوني مرته لهداك الحقير؟ يلا لا توقفي، موتي يلا. عدنان شبه راسك؟ من وين إجا هذا الدم؟ ما بعرف من وين. كيف يعني ما بتعرف؟ شو الحكي؟ خليني أشوفه. حاجتنا إيه؟ أنا ماني ناقصك، ماني صغير. فاطمة نادي لي ميسون وخليها تجي لعندي فورا. تأمري بهي خانو. نيناتكن أنجس من بعض. قفلت عليها باب الغرفة. شو بدنا نعمل يا مرت عمي؟ إذا وصلت القصة للعشاير منتبهدل كل الضيعة. ما حدا رح يفتح تمه بكلمة، ومن الأساس ما حدا لازم يضرب هالموضوع نهائيا. البنت باينتها منشفة راسها وما رح تهدى هيك. ما في داعي ننطر ليجي بكرة، خلونا نلاقي شي حجة ليجي يخطبوها اليوم المساء. روحوا بعت له خبر لهشام آغا، خليهم يتفضلوا الليلة. أمرك ستي. عدنان لا تقول له شي لأبوك. ها أكيد ما رح قول له شي. أنا اللي ما عرفت ربيها منيح، كل هالسنين ونحن عم نربيها على الفاضي. قال حضرتك طلبتيني يا خانو. لك أنتو ما بتعرفوا العيب ولا بتعرفوا الحياة، مع أنكم كل هالسنين عم تاكلوا من خيرنا. بهي خانم شفتي منا شي غلط؟ شو هالحكي؟ شفت غلط كتير كبير. ابنك سليمان طاول وحب يحط راسه براس أسياده، طلع عم يشوفها لبنتي نيفين. سليمان ابني أنا؟ هالحكي كذب يا خانو. أنت اللي عم تكذبي. ابني عدنان اليوم لقطن وهن واقفين عند البحرة. من اليوم ورايح مالكن شغل عنا، لا أنت ولا ابنك ناكر المعروف وخاين العشرة. يلا نقلع من وشي وقولي له هالكلمتين، إذا مانو مستغني عن روحه فبلا ما يشوفها لبنتي مرة تانية. عدنان حلف يمين معظم، إذا شافه رح يقوصه دغري. خير، شو اللي جابك بهالوقت؟ أنا خلصت شغلي على بكير. هيك لك؟ برافو عليك يا مرة، ما أنا عم تشتغلي شغلك منيح. طلعي فيه، ديري بالك على شغلك، لا توطي راسي قدام بيت الأغا، لأنه هذا ابنك الفهمان سليمان مثل الأهبل واقع من صندوق السيارة بالخان اليوم. وينه هلأ سليمان؟ وينه يعني؟ نايم فوق ولا على باله شيء. لك يلا قدر قدر عنده. بريتني أهدى بيك. أخي اهدى كرمالي، خود شرب شفت مي. نيفين أكيد ما فيها شيء منيحة، مو معقول لا يقتلوها ولا يأذوها. أختي أنت لساتك صغيرة وما بتعرفي عاداتنا. سليمان مظبوط يلي سمعته؟ شو قصتك أنت مستغني عن روحك يعني؟ كيف بتعمل هيك شي بلا ما تفكر؟ حبيتها يا أمي، الواحد مو بإيده وقت القلب بيحب. أخ يا روحي أنت، معقول يلي عملته فينا؟ شوف الحقيقة منيح، أنت وين وبنت عيلة كرمان وين؟ شفتي نيفين هونيك شي؟ حدا منهم ضربها أو أزاها؟ ما شفتها، بهي خانم طلعتني من الشغل وما خلت علي ستر مغطى وهددتني فيك إذا قربت على بنتها. خلص انسى هالحب يا عيون أمك، لا تروحنا وتروح حالك. ليك نيفين بكرة المساء رح تنخطب، بلالكن هالحب نسو. آه يا بهي، يا ريت لو أعرف لشو عم بتخططي. نيفين شبك؟ نيفين بنتي فهميني شو اللي صاير؟ ليش هيك حالتك؟ رح يجوزوني بالزور يا مرت عمي. أنا ما بدي إياه لهداك الرجال، بحب سليمان وما بدي غيره. روقي ولا تعملي هيك بحالك، لا تحملي حالك الهم وأنت بهالعمر، أكيد كل مشكلة وإلى حل.
هي مو شكلها هيك، عند أهل الموضوع منتهي، أكيد رح يجوزوني لهداك الرجال. حاجة تبكي يا قلبي، حاجة تبكي من شان الله. عم تحكي وكأنك ما بتعرفيهن. أصلاً إذا تزوجت واحد غير سليمان هذا هو الموت يا مرت عمي. بعدين أنتي مهربتي مع عمي جمال؟ آه؟ أنتي أكتر وحدة لازم تفهميني وتقدري حالتي لأنك بتعرفي إحساسي. رح قلك شغلة، أنا الليلة بدل ما أحطه لهداك المحبس بإيدي وإلبسه رح أخذ حبل ولفه على رقبتي أحسن لي بكتير. رح أقتل حالي صدقيني. مرت عمي؟ خوفتني عدنان، كنت شاردة. خير؟ ضايق خلقي وضايجة، بدي شم شوية هوا هون على الباب وفايتة، لا تشغل بالك. ايه؟ مثل ما بدك. واخذيني خالتي زمرد، خوفتك مو؟ كنت رح موت من خوفي يا سليمان. خبريها لنيفين اني رح ضل قاعد عم منتظرها هون لحتى تجي وتشوفني. ابني لا تفكر انه الخطيفة شغلة سهلة لك بيقتلوكن، لا تورط البنت اكتر من هيك، رح تروحوا فيها انتو الاثنين. رح انتظرها هون حتى لو بدي موت بارضي، لو سمحتي هيك قولي لها. أمي، هاي البنت ليوم عرسها ما لا طلع من الغرفة، فهمتي؟ موت حالي وما بتجوز هداك الرجال. خلصي يا بنت أحسن ما أصل لك لسانك، أنا بشيل عيونك فهماني؟ عدنان بكفي ابني، لا تهز بدنك فيها. يلا ايه خلينا نطلع، أحسن ما تموت بين إيدي. قتلوني وخلصوني من هالقصة. خلصي وليه؟ خلصنا بقى، هدي حالك وحاجه تحرق دمك. يلا تعال. خلصنا. جنتي شو عم تعملي؟
كنت احسن من جوازتي من قبل هذاك الاغا. يا روحي حاج تحكي عن الموت بقى، سليمان ناطرك برا بمدخل القصر وحالف ما يتحرك بدونك. اذا فيكي تتحملي النتائج اطلعي وهربي انت وياه. مرت عمي عن جد سليمان ناطرني برا؟ ايه. يلا لا تضيعي وقت، قومي تحركي بسرعه بنتي نيفين. ديري بالك على حالك، اذا مسكتوا انت وياه رح يقتلوكن وما في مزح بهالقصه. ولا يهمك. شكرا لك على كل شيء مرت عمي. ماما بابا، ما لي عين اطلب منكم تسامحوني او تغفروا لي على الشيء اللي عملته فيكم، بس اللي بدي اياكم تعرفوه انه انا مسامحتكم كلياتكم. الله يوفقكم ويصبركم على اللي جاي. انا ما هربت منكم انتو، هربت من الحياه اللي حاولتوا تخلوني اعيشها بالغصب. انتو ما رح تصدقوا انه انا ما عملت شيء الا اني حافظت على حبي، بس بسبب هالشيء وقعت بتهمه ما كان الي ذنب فيها. حاولت اني اقتل حالي لحتى اخلص، بس ما قدرت اعمل هالشيء لانه عمري لسه ما خلص. يمكن انا هلا اكون رايحه باتجاه موتي. امي يا ريت تقولي لابي وعدنان، طول ما حبيبي سليمان معي موجود جنبي انا ماني خايفه منه ولا خايفه من الموت، ورح اكون سعيده كثير. حبيبتي نتمنى شيء؟ شو هالسؤال يا سليمان؟ معقول انا حبيبتك وخاطرت بكل شيء كرمالك وما رح اندم على اي شيء عملته؟ لك شو قصتها؟ كنت متأمل إنه توصلنا لمكان نكون فيه بأمان، ما كنت متوقع أبداً إنه رح تقطعنا. أي وشو رح نعمل هلأ؟ أنتي خليكي قاعدة هون واستنيني، نازل شوفها. يا ربي ساعدنا ولا توقعنا بين إيدين أهلي يا رب. سليمان أنا تعبت ونقطع نفسي، خلينا نرتاح شوي مشان الله. حبيبتي تحملي شوي، أكيد بيكونوا لقوا السيارة هلأ. انتبهي حبيبتي، أذيتي شي؟ صار لك شي؟ إيه كأنه انفكشت رجلي. كثير عم توجعني. تحملي شوي، يلا قومي استندي علي، يلا حياتي على مهلك. على مهلك. عم توجعني كثير سليمان. معلش يا حياتي تحملي. يا غبوس ايدك داخل عقل الله وعليك. كرمال الله يا اخي، اعتبروه شبطايه شغلت. انتوا الكباريه لازم تسامحوه واللي بدكم اياه بصير، بس الله يوفقكم سامحوه. ابني غلط غلطة كبيرة والشيطان كان أكبر منه، بس الله يوفقكم. لا تحرقوا قلبي، لا تقتلوا الولد يلي حيلتي، هذا ابني الوحيد ما عندي غيره، سند بيتي هو. الله يخليكم يا أغا، بوس إيديكم يخلي لك ولادك. حسن مشان الله أحكي لك كلمة. لورين خانم رح يقتلوا لسليمان، رح يقتلوا وحيدي مشان الله. اسمعيني انا داخلة على الله وعليكي، لا تخليهم يقتلوا لابني. خرسي واسمعي لقلك، كان لازم ابنك الواطي اللي مثل اهله يكون واقف قدامنا هلا وهو عم يبكي ويترجى كرمال ما نطلع بروحه. يلي سواه مو قليل، وهذا العار ما في مسامحه، وانت بتعرفي ابنك رح يدفع ثمن هالغلطة وغالي كتير وحياتك. عم تحكي وكأنه مو بنتك هي اللي هربانة مع ابني سليمان يا بيي خانم. هالواطية خلص ما عادت بنتي. دخيلك يا أغاية، بوس ايدك اعملي أي شيء، كل شيء بينتهي بكلمة واحدة من تمك. انتي انتي يلي رح تخلصي الاثنين. حركي وانقلعي من وشي ميسون، يلا. قومي ميسون، يلا يلا تعي، يلا اهدي اختي اهدي، ان شاء الله ما بيصير الا الخير. لسه الموتور سخن، بس ما يكونوا طلعوا وراحوا بسيارة تانية. ليك اطلع، هذا شال نيفين، أكيد هربوا من هون على الجبل. يلا الحقوني. لما أكبر حابة إنه صير معلمة، ووقتها بيصير معي مصاري كتير وفيني اشتري تذاكر الباص مشان روح أنا ورفيف على البحر. زهرة تعي معي. لحظة، شو هذا اللي عم تساوي؟ لا تتدخلي انتي زهرة، قلت لك تعي ما سمعتي؟
عفوا انا مسؤوله عن هالصف، ما فيك تاخذها وتمشي بهالطريقه. هاي البنت بتكون بنتي، انت لا تتدخلي. يلا تعي حركي. استنى لحظه، ما بيصير هيك. عسى ملك ساعديني. استنى عم بحكي معك. صدي عليك بقى رسي. عمي ما اتفقنا هيك. تعي حرك قدامي يا رشيد. يا الله عزت عزت، لوين اخذينا لزهره؟ فهمني شو الموضوع. لا تخافي ملك، ما حدا بيسترجي يزيها لزهره. في شغله صغيره بدهم يسالوها عنا كم سؤال مو اكثر. طيب بخصوص شو هاي الاسئله؟ بحكي لك بعدين، رجعي على حصتك هلا. استنى عزت. عزت ملك رجعي على حصتك. قلت لك انت ما فيك تقلي شو اللي لازم يصير. زهره عزة ملك قلي له يتركني. وقفوا، انتوا ما بحق لكم تاخذوها هيك. عم قلكم وقفوا. سهره عزة ملك. ملك ارجوكي لا تتدخلي بشي ما بخصك. خلصنا. خلص عزت اتركني. قطع نفسي وما عاد فيني اتحمل. خلينا نرتاح بس. تحملي كمان شوي، قربنا نوصل على الطريق الحام. رح نترك المنطقة كلها، وقتها أكيد ما رح يقدروا يلاقونا. يلا يا شباب استعجلوا شوي. سليمان سمعت اللي سمعته؟ قربوا منا كتير ولازم نخف رجلنا شوي. يلا حبيبتي استعجلي شوي. يلا متأكد انه راحوا من هون؟ مبين انه عم يحاولوا يوصلوا على الطريق العام، وهذا أقصر طريق. إذا رجعنا بلاهم غارم أغا ما رح يخلينا عايشين. يلا يلا. ليكن هدول هن شافونا يا سليمان، وهلا بيمسكونا أكيد رح يقتلونا. امشي من هاي الجهة. زهرة يلا سيري لشوف. فيني بدنا نمشي. الله اتركوها امي، اتركوها للبنت. هي روحي لبنتك ساعديني. امي لا تتدخلي. امي امي لا تتركيني. حركي حركي امي. ما رضيت تحكي شيء طول الطريق وهي هيك عم تبكي. نحن منعرف كيف نخليها تحكي، بس قلنا بلا ما ننفضح قدام العالم. والله طلع منك يا فصعون يا صغيرة. بنتي زهرة ما بتعرف شي عن اخوها. لا تأذوا ببوس ايديكم. انت شو لسه واقفة عم تعملي هون ببيتي؟ طلعي على بيتك. خلص بهية. امي من بعد اذنك خدي بهية واطلعوا لفوق. يلا يلا قولي لك. احكي احكي وين القلع اخوكي. والله ما بتعرف شي، ليش عم تضربها للبنت؟ احكي ولك احكي وين لموتك. والله خلصني احكي احكي احسن ما ابرك هون. قولي ما بتعرف شي. لك احكي لا تخليني اقتلك. بيتك بحسب الله ما خلقك. احكي وين لموتك بدي جاي. يلا ولك خلصني. رشيد اتركها. خلاص دايا ها قلت لك روحي. يلا انطي. لك احكي احكي يا بنت ال 16 كلب. احكي لك بحفر عبرك انا هون مطرح مواعدة. هي هي يا حلباني. هي بعد هيك رح تموتها للبنت. انت لا تتدخل. اللي بده يعمل رجال على هالبنت يجي يواجهني الي بالاول. الله يخليك يا ابا. يلا قربنا نوصل حبيبتي، استحملي كمان شوي. يلا ما ضل شي رح نوصل. يلا يا روحي اركضي خفي رجلك. يلا ما بقى لنا كثير. سليمان كثير عم بتوجع. يا روحي اذا بقينا هون رح يمسكونا، لازم نوصل للجهه الثانيه. مستحيل سليمان انا ما بعرف اسبح. يا الله دخيلك، معناها ما في حل ثاني منوب. رح نطلع لهنيك. شدي نيفين استحملي شوي كمان. سليمان على مهلك. أنا ما بدي وقع بالمي، ببوس إيدك أنا خايفة. تمسكي فيي منيح ما رح خليكي توعي. إن شاء الله على مهلك. طول بالك شوي شوي. يلا يا قلبي. على مهلك كثير مرعوبة. يلا ما ضل شي. سليمان سليمان.
سليمان! سليمان! نيفين! لا تخافي أنا جاي لعندك! لا تخافي لكي ما سكتت يلا تحملي خلص لك رح نطلع ما بدي موت هون لا تخافي ما حدا رح يموت ما بدي يلا يا روحي حبيبتي انت منيحة ايه حبيبي انا منيحة وليه خفت عليك كتير بدك تطول بالك دوبك تخاف على حالك ايه